الاجتماعي مساء أمس بمقرها في نواكشوط حفلها السنوية لتكريم طلابها المتفوقين في المسابقات الوطنية للعام 2022-2023 تحت شعار الاستثمار في تعليم الأطفال هو ضمان الحرية والعدالة والإنصاف للجميع. وقد ثمن رئيس الهيئة السيد إبراهيم بلال رمضان الجهود التي يقوم بها أعضاء الهيئة وشركاؤها في مجال التعليم ومساعدة أبناء الأسر الهشة على التسجيل في المدارس الخاصة لمواصلة مسارهم الدراسي، مقدما شكره لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة على تعاطيهم الإيجابي مع الهيئة في هذا المجال. وقد تمحورت مداخلات الحضور من أعضاء الهيئة وشركائها حول التعليم وأهميته باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدول وتقدم الشعوب والقضاء على الفقر والتهميش وسبيل الإنصاف ورفع الظلم ومحاربة الغبن. وشهد الحفل توزيع شهادات تكريم على تلامذة الهيئة المتفوقين في مسابقة البكالوريا ومسابقة الشهادة ختم الدروس الإعدادية والابتدائية، إضافة إلى المتفوقين في مختلف الأقسام الدراسية.